حياكم الله مجددا في هلا من الاخبار الجميله والمهمه جدا واللي صرنا نتفوق فيها اليوم بشكل عالي. وبصراحه نطرحها بكثير من الاعتزاز، انه تمكن فريق بحثي في جامعه جده من اكتشاف نوع من البكتيريا يمكن ان يستعمل في صناعه البلاستيك الحيوي القابل للتحلل والصديق للبيئه. ايش قصه هذا الاكتشاف؟ إيش تفاصيله؟ متى بدأ؟ إلى وين وصل؟ بنعرفها كلها مع قائد هذا الفريق البحثي اللي ينضم إلينا من استديوهاتنا في جدة الآن، وهو الأستاذ الدكتور محمد باعشن، أستاذ التقنية الحيوية بقسم الأحياء في جامعة جدة. دكتور مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. مساء النور، حياك الله، يا وسهلا. إيش في التفاصيل دكتور؟ طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا احنا قبل ما ابدا، يعني ايش اللي خلانا نوصل للفكرة دي والنظرة الحكيمة الرشيدة للرؤية الوطنية على موضوع التنمية المستدامة واستخدام الموارد البديلة للنفط والطاقة المتجددة والطاقة البديلة، خلتنا نتجه لنوعية من الأبحاث التي تستعمل التقنية الحيوية لخدمة هذا الهدف. فإحنا يعني عندنا تطبيقات كثيرة، بس اليوم أكلمك على البلاستيك الحيوي بصفة خاصة. طبعا اكتشاف الميكروبات من حولنا في السابق يعني بالطرق التقليدية العلمية، ما لاحظنا في العصر الحديث اللي احنا فيه الآن، ما اكتشفنا غير 1% من الميكروبات اللي موجودة على الكوكب. ففي طرق حديثة تعتمد على تقنية المعلومات وعالم افتراضي مكنتنا من معرفة كمية أكبر، يعني ما يقارب 70-80%. فإحنا دراساتنا، وأنا مركز مع طلاب دراساتنا، معذرة يا دكتور إذا تسمح لي، إحنا اليوم نتحدث على بحث عالمي ولا بحث سعودي؟ إنه ما كان مكتشف إلا 1% ووصلنا إلى 70-80%، تتكلم بشكل عالمي عام؟ الآن هذه معلومة جديدة على مستوى العالم، وإنه بدأ اكتشاف كائنات لم تكن مكتشفة سابقا، أو إني أعرف في وسطي اللي حولي إنه في كائنات أنا ما كنت أعرف إنها موجودة سابقا، قد تكون اكتشفت في أماكن تانية في العالم. أرجع للسؤال، فاللي حصل إنه إحنا نتكلم عن اكتشاف من قبل علماء العالم في الميكروبات إجمالا، ولا من قبلكم في السعودية أنتوا الفريق البحثي؟ لا، هذه معلومة عامة. طيب، العالم كله خلاص مسلم بيها. حلو، إنه من 1% إلى تقريبا 70%. 70 فما فوقي تقريبا. تفضل دكتور. طيب، فاللي حصل انه احنا طبعا نكتشف عندنا، طبعا البيئات المملكة العربية السعودية تتميز بتنوع من البحار للصحراء، لوجود ينابيع حارة، وجود مناطق طبعا بتكون فيها غابات مطيرة، لكن احنا في منطقة صحراوية، وتمتد هذه الصحراء الى شواطئ البحار في تربة مالحة. فبدأنا نكتشف كم مهول من الميكروبات بهذه التقنيات الحديثة، 800,000 بالآلاف يعني والمئات. فطالب ماجستير عندنا الله يديه العافية مجتهد، كان اسمه مازن مجيد، كان شغال معايا، طلعنا مجموعة كبيرة من البكتيريا، فبدأنا نشوف إيش المهم فيها. عزلنا كم نوع في المعمل، وقلت له هذه ترى يا ولدي بيستعملوها في تحليل البلاستيك تماما، يعني إذا كان البلاستيك هذا يهدد البيئة والبحار والتلوث، الميكروبات البكتيريا هذه اللي اكتشفناها هتحلله، وفي نفس الوقت البكتيريا هذه قادرة على إنها تحلل الفضلات العضوية من بقايا الأطعمة وبقايا المحاصيل وتحويلها لبلاستيك متحلل. فإحنا أخذنا الجزء ده لما علمنا إنه المملكة وبعض دول الخليج بتصدر مخلفات الأسماك أو أسواق الأسماك إلى الخارج لبعض الدول الأخرى التي ينتفع بها في أشياء كثير، وجبنا من بعض المطاعم قشور الجمبري ومخلفات الأسماك والاستاكوزا والبنقص والأشياء هذه، واشتغلنا استعملنا الجمبري كمصدر أساسي للكربون لتنمية الميكروبات، ومع بعض الاحتياجات الغذائية طلعنا بالفعل في المعمل بلاستيك. بالتحليل الكيميائي ثبت أنه نوع من أنواع السلوفان القابل للتحلل الحيوي.
فأنا الآن مو فقط طلعت بلاستيك. بس إذا تسمح لي دكتور، لأنه اللي يتابعونا من الجماهير، يعني إحنا نتكلم على عامة المتابعين من غير المتخصصين، إيش نقصد بالتحلل الحيوي؟ أيوة حجيك دحين، يعني أنا مو فقط طلعت هذا البلاستيك، أنا كمان عملت تدوير للكربون. تمام. فأنا أخذت المخلفات، أنا صرت أسميها منتجات ثانوية لأني بستعملها كمخلفات أطعمة، مخلفات عضوية، وتعمل هذه البكتيريا على تحليلها وتحويلها لنوع من البلاستيك. البكتيريا كائن حي، البلاستيك اللي يطلع يسمى بلاستيك يتحلل حيويا، يعني مو زي الآن اللي يطلع من منتجات البترول وقاعد ومترسب في البحار وفي البيئة، يؤدي إلى تلوث كيميائي اللي برا البحر، ممكن انبعاثات تطلع في الجو تسبب يعني مشاكل في نقاء الجو والمناخ، أيضا التلوث البصري. لا، عندي بلاستيك هيتحلل بكل سهولة وما هو سام وما هو خطير. طبعا هذه ليست دعوة على أني كمان أبدأ أستعمل البلاستيك الحيوي هذا بطريقة عشوائية وإلقائه، لأنه لسه الموضوع يعني يبغى له شوية، وإن شاء الله شعبنا مثقف وعنده أخلاقيات وحيعرف النقطة دي. جميل. الآن النقطة الثانية، أنه أنا الآن ما هروح أطلع بلاستيك من النفط، وبالتالي هذه أحد المصادر البديلة للنفط، وبطلع شيء ما يسبب تلوث، صديق للبيئة. يعني الأمور هذه كانت جدا كلها ممتازة أن نبتكر هذا الشيء كمنتج أو ابتكار أولي في المعمل عندنا في جامعة جدة. طيب الآن، طيب وين وصل، وين وصلت الآن، إلى أي مرحلة دكتور؟ والله إحنا طبعا عشان الموضوع ده صار معنا قبل جائحة كورونا، وتوقفنا فترة كورونا ورجعنا الآن لنشط الموضوع. أنا أستنى دعم، أستنى شركاء من القطاع الخاص أو الهيكات، يعني ما حنقدر الموضوع، ما حقول بقاله ملايين، ترى أنا ما كنت طالب أكثر مبلغ ما يتعدى 100,000، لكن نحتاج دعم، نحتاج جهات مستفيدة من الحكومة، شركات يعني زي وزارة البيئة أو وزارة. طيب دكتور، أو الأمانة، يعني دكتور معذرة، المبلغ، شركات التصنيع، أرامكو. نعم. المبلغ اللي أنت تقوله يا دكتور، أعتقد أنه جامعة جدة أو أي جامعة قادر أنها توفره، يعني طالما أنه أنتم فريق عمل بحثي داخل الجامعة وهذا الأمر يجير لها، يعني مبلغ 100,000 ما أعتقد أنه معجز. والآن الآن بدأ موضوع التمويل المؤسسي بتنظيم من وزارة التعليم، بس تعرف كل شيء في الفترة الأخيرة كان بإعادة ترتيبه. لكن بس أنا يعني مستغرب إذا الجامعة الآن، بس أنا مستغرب إذا تسمح لي دكتور، يعني 100,000 هذه يعني قادر على تغطية المشروع، يعني في مقابل التصنيع والكلام هذا كله؟ على اني اقدر اطلع منتج على الاقل. انا عشان اقول لك ان يعني ممكن بابسط التكاليف اطلع لك منتج خلاص يعني كامل، ممكن ابدا اقارن مواصفاته بمنتجات البلاستيك اللي طالع من ارامكو وغيرها، اشوف ايش مدى جودته، اطور البكتيريا عندي بحيث اني ازود الانتاج وازود الجوده. لكن الجامعة برضو لو وفرت لي المبلغ ده هتكون يعني جهة أكاديمية بحثية. إحنا الآن نحتاج نطلع للسوق، وهذه من الأشياء اللي الجامعة وزارة التعليم مركزة، الشراكات مع القطاع الخاص هي خطوة جيدة. بس طيب نتمنى إنه الناس اللي برا يهتموا بالموضوع ده يدعمونا أكثر. طيب إذا تسمح لي يا دكتور، خلنا نسوي حل واضح على الهوى اليوم، إذا في أي أحد يسمعنا، إحنا أمامنا مشروع واصل إلى مراحل متقدمة جدا، بحاجة فقط إلى تغطية التكلفة المادية من أجل أن ينتج مشروع صديق للبيئة، بلاستيك حيوي يتحلل وما يكون مضر للبيئة، مين الجهات اللي الآن تقول لها على الهوى يا جماعة هذا مشروعنا تعالوا ادعمونا، مين هي؟ اعطنا بالأسماء. الأمانة، وزارة الشؤون البلدية والقروية. أي أمانة؟ أي أمانة؟ يعني إحنا نبغى اللي هم يشتغلوا على موضوع اللي عندهم المخلفات وإعادة التدوير. أمانة جدا نقول مثلا. أمانة جدا مثلا. حلو. غيرهم؟
الجهة المختصة من وزارة البيئة يعني، يعني في عندنا أظن هيئة للبيئة تحت الوزارة موجودة برضو في مدينة جدة، والمصانع المهتمة يعني بصناعة البلاستيك، إضافة إلى أن أعتقد أرامكو عندها مشاريع زي كذا أو أفكار زي كذا برضو. طيب اليوم طريقة للبيئة بديلة للنفط. طيب اليوم يا دكتور، الآن لو أحد جالس يتابعنا على الهواء من الأمانة ولا من وزارة البيئة ولا من المصانع ولا من أرامكو وغيرها، ورفعوا عليكم سماعة بعد الحلقة وقالوا لكم إحنا شفنا اللقاء وإحنا جاهزين لدعمكم الآن، أنتم كفريق بحثي جاهزين للعمل، وصلتم إلى مرحلة أكيدة للتصنيع ولا لا؟ أيوة خلاص، إحنا الآن حنطلع من مرحلة الريسيرش اند ديفلوبمنت بنتحول لمرحلة على سكيل أكبر، يعني باقي تكة كده عشان أقول لك أنا منتجي هذا خلاص جودته كذا وضعه كذا عشان نبدأ نصنعه. وش هي التكة؟ لأنه أنا اللي بتطلع، وش هي التكة اللي باقي؟ على قد إمكانياتي كمية بسيطة بتطلع عندي. أنا أبغى مثلا إذا بشتغل على فلاسكات صغيرة، بشتغل على بايو رياكتر أو معامل حيوي يعني 70 لتر مثلا، عشان أقدر أطلع بشيء بالحجم هذا مثلا. أيوة. يتم تحليله ويتم دراسته ويتم عشان يقول لك خلاص أنزل بمنتج في السوق. طيب حلو، المنتج، فإحنا عندنا منتج أول إذا أقول لك بروتوتايب. المنتج هذا، المنتج هذا هيجي شخص يقول لك أوكي أنا سمعت منك فكرة التحلل الحيوي، لكن كيف هو صديق للبيئة؟ هو في الآخر بلاستيك، إيش تجاوبه من وجهة نظر؟ هو ليس بلاستيك زي البلاستيك التقليدي، هو يتحلل بكائنات حية، يتحلل بعوامل فيزيائية، الماء، الحرارة، يتحلل يعني بعدة طرق، لا يشكل عبء بنفس الطريقة اللي شكلها البلاستيك التقليدي اللي هو مصنع من النفط، يتحلل بكائنات حية دقيقة. طيب بناء، طبعا أنا هقول لك مو معناته أنه المواطن يرميه بكل سهولة ويقول لك هذا حيتحلل خلاص، لا يعني في اعتبارات لازم ناخذها احنا. طيب بناء دكتور على ما لدينا من كائنات اليوم قد تدخل في هذا التصنيع، هل لدينا كمية كافية إلى أنه نستغني عن البلاستيك المضر الموجود اليوم ويستبدل بالكامل بالبلاستيك الحيوي؟ ايوه طبعا هتكون مراحل تدريجيه، هذه عاد حسب خطه استراتيجيه، يعني انا ممكن ما افهم في الامور دي كثير، بس هي ممكن تكون بديل طبعا مستقبلي تماما، ويكون بديل يعني، وسواء لاستهلاك النفط او كصديق للبيئه عشان عمليه التلوث بالبلاستيك التقليدي. يا سلام جميل. مين انتم يا دكتور؟ خلينا اليوم يعني نذكرهم بالاسماء اذا كان تحضركم، نقول لهم شكرا على الهواء. مين انتم الفريق البحثي؟ والله تعرف الفريق البحثي يمكن يعتمد على طلاب دراسات عليا اكثر، انا معايا بس 2 دكاترة زملائي في جامعه جده، دكتور احمد عزازي ودكتور تامر السعيد، هذول يعني اشتغلوا ووجهوا الطلاب، بس عندي طالب مازن مجيد هو اول واحد اشتغل معايا في الموضوع هذا، واشتغل في المعمل بجد لما طلع بالمنتج، والآن في طالب برضو تخرج اسمه محمد النفاعي، هذا أيضا اشتغل معانا، وفي طالب معايا الآن اكتشفنا أنواع تحلل على فكرة البلاستيك. أيوة. ممكن تكون صديقة للبيئة، لأنه أنا هحلل البلاستيك اللي موجود في الطبيعة واقضي على يعني حاول أقضي على هذا التلوث، اسمه عبد العزيز كوسة. شوف لو تلاحظ أغلبهم طلاب. يا سلام ممتاز ترى. هذا بصراحة دكتور يسعدنا أكثر، يعني اليوم إذا في طلاب دراسات عليا يشاركون في هذا المنح البحثي الجميل جدا ويأخذون من خبرتكم أنتم كدكاترة ومختصين، هذا يعني يضمن لنا مستقبل مبتكرين يعني مع الوقت بشكل علمي ممتاز.
هم هيكل البحث العلمي أساسا في الخارج، الجامعة ما تعتمد غير عليهم. وأنا الآن عندي يعني أكثر من طالب وطالبة شغالين على مواد تحلل المبيدات في التربة، بكتيريا قادرة يعني كتطبيق زراعي، غير أنها تساعد على نمو نباتات المحاصيل، تحفز بتحلل في التربة. عندنا أشياء لها تطبيقات طبية وإنتاج مضادات حيوية، تطبيقات صناعية غذائية. طيب معلش يا دكتور، كلهم طلاب. أباخذك إلى سؤال يعني إلى ما قبل مئات السنوات، حينما تم تصنيع البلاستيك الموجود اليوم، بلا شك أن المصنعين كانوا يعرفون قوة المواد المصنع منها وإنها غير صديقة للبيئة. لماذا اتفق العالم أجمع على استخدام هذا البلاستيك إلين وصلنا اليوم إلى مشكلة كبرى جدا جالسين نبحث عن حلول لها؟ يعني ليش من البداية بدينا فيه؟ لأنه بالنسبة لهم كان مادة يعني سهلة التشكل والتعامل معها. يعني أنت ما بتستعملها واحد استعمال لاحظ، استغنيت عن الخشب، استغنيت عن الحديد، استغنيت عن المواد الصخرية، كانت سهلة التعامل، كانت رخيصة، أرخص من المعادن والأشياء هذه، شائعة وسهلة التعامل معها، رخيصة. ما كانوا طبعا لسه يعرفوا انه حتصير المشكله هذه وتتراكم، وانه البني ادمين ممكن يرموا هذه المخلفات في البحر ويلوثوا المحيطات، وبناء عليه تروح مجموعه كبيره من الكائنات البحريه. والانسان دائما لما يبدا ما يعرف انه عمل مشكله. طيب فالان قاعدين نحل مشاكل. نعم، أستثمر وجودك معنا يا دكتور وأسألك السؤال اللي يتم تداوله بشكل كثير، لكن إحنا بحاجة إلى مصدر موثوق. هل صحيح الأخبار المكتوبة أنه بعض أنواع البلاستيك لا تتحلل كل العمر وكل الزمن، وبعضها يصل إلى 20 و30 سنة عشان يتحلل، ولا هذه كلام مبالغ فيه؟ طيب الصراحة يعني نسبيا إلى 500 سنة. يعني أنا قاعد أقول أنواع من البلاستيك توصل ل 500 سنة، عشان أنت عارف لما يتحلل كمان في مشكلة، يتحول لنانو بلاستيك، جزيئات صغيرة ما حتشوفها بعينك وتأكلها مثلا أسماك في البحار، تشربها مع الموية وانت تيجي تأكل الأسماك أو القشريات أو whatever. وهذا نفس الشيء برا، أنت على بالك تحللت بس هي طلعت انبعاثات سامة، غازات سامة في الهواء. طيب سؤال أخير، لا يتحلل تماما ولا يختفي تماما. سؤال أخير إذا كان في إجابة واضحة له يا دكتور، هل صحيح أنه إعادة استخدام البلاستيك في عبوات الماء وغيرها مضر صحيا ولا لا؟ إلا هم يعيد استعماله ويعيد تدويره. لا لا لا، إعادة استعماله اليوم. اليوم أنا عفوا منك عندي عبوة ماء، تمام، أبو نص ريال ذي أو أبو ريال اشتريتها وشربت الماء اللي فيها، مفروض أني أتخلص منها، واللي هل في مشكلة إذا مرة ثانية أنا عبيتها واستخدمتها؟ يعني أنا استخدام شخصي مع حد ثاني. أنا أفضل أني أتخلص منها، لأنه في مشاكل بتصير كثير. يعني في المايكرو بلاستيك هذا كل ما استعملت بينزل وبيدوب وانت ما انت حاسس، وترجع تشربها ومشكلة ترى. يعني انت سبتها في السيارة في الشمس، صار برضو تفاعل كيميائي، فما انت داري، ما انت شربت مرة واحدة يفضل تتخلص منها. طيب إلا لو كان في أنواع طبعا زي ما انت عارف مخصصة للاستعمال المتكرر. طيب تشتريها بأسعار غالية وكذا. الشرب من مرة واحدة هل فيه ضرر؟ يعني خاصة أنه أنا جالس أستخدمها بشكل يومي، هل فيها ضرر ولا لا صحي؟ أنا ما أتكلم عن التكرار، أتكلم عن الاستخدام العادي. أنا ما قلت لك أنه في بكتيريا ما أعرفها تحلل البلاستيك، في كثير. الحين أنا لما نشرب من الموية من فمها وأرجع، هل ما تعتقد أنه البكتيريا الآن هذه اللي جات على من فم الواحد ممكن تعمل تفاعلات مع الماء وتسوي مشاكل؟ عشان كذا ركبوا هذا النوع اللي فيه زي المصاصة أو زي، بحيث أنه فمك ما يحتك مباشرة مع الفوهة. طيب دكتور شكرا جزيلا لك لحضورك معنا في أهلا ولمجمل هذه التوضيحات المهمة حقيقة. واليوم حقيقة كل ما عرضنا حلقة فيها شيء من الابتكارات السعودية كل ما كنا فرحين أكثر. أبختم باللي قاله الدكتور أثناء الحوار، أنه هذا نداء إلى كل الجهات المسؤولة، الأمانات، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة البيئة والمياه والزراعة، المصانع، المهتمين، أمامنا مشروع بحثي جاهز للتطبيق
لإنتاج بلاستيك حيوي صديق للبيئة. هم بحاجة فقط إلى تمويل مادي وقناعة بالمشروع، وإحنا نتحدث عن تمويل يبتدئ بمبلغ معقول جدا قياسا بالتصنيع وهو 100,000 ريال. أتمنى إنه هذه الحلقة أو هذه الفقرة تصنع خط مباشر ما بين الممولين وما بين الباحثين، وإحنا في أهل جاهزين إنه نواصل الأطراف في بعضها حتى يعني يكتمل ويتم هذا المشروع. قبل ما نروح الفاصل بناخذكم إلى هذا الخبر العاجل الآن والمنشور في وكالة الأنباء السعودية واسل الأخبار الملكية، وهو امتداد للدور الإنساني السعودي الكبير على مستوى العالم. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يوجه مركز الملك سلمان للإغاثة بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات متنوعة وتنظيم حملة شعبية عبر منصة ساهم لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا. وبقرأ لكم الآن التفاصيل، حيث أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله عن أصدق التعازي والمواساة للجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية وشعبيهما الشقيقين، وبخاصة أسر الضحايا وتمنياتهما حفظهم الله للمصابين بالشفاء العاجل، وذلك جراء الزلزال الذي وقع صباح يوم الاثنين 15 من شهر رجب لعام 1444 للهجرة الموافق للسادس من فبراير 2023 للميلاد، وما خلفه من وفيات وإصابات وأضرار مادية في بعض المناطق التركية والسورية. وتؤكد المملكة وقوفها وتضامنها مع البلدين الشقيقين في هذا الظرف الإنساني، كما وجهت القيادة أيدها الله بتقديم الدعم والمساعدة للبلدين الشقيقين في هذه الأزمة من خلال بعث فرق إنقاذ وتسيير جوي إغاثي يشمل مساعدات طبية وإنسانية بصورة عاجلة. هذا ما جاء في الخبر العاجل، أحببنا أن نضعكم في الصورة. بلا شك إنه هذا امتداد كبير للدور الإنساني السعودي الكبير جدا الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. الأيادي السعودية البيضاء تمتد للمساعدة والمساهمة في مختلف أنحاء العالم، كل العزاء والمواساة والتعاطف مع ذوي الضحايا الذين توفوا أو أصيبوا في الزلزال الذي حدث، وكل التوفيق لكل المساعدات التي تحدث. لاحظوا بس في الخبر اليوم أن المساعدات أولا بشكل رسمي من خلال تسيير جسر جوي وتقديم مساعدات، ثم بشكل شعبي من خلال منصة ساهم سيقود هذه الجهود كلها مركز الملك سلمان للإغاثة. الجهود الرسمية والجهود الشعبية تثبت ما نقوله دائما وأبدا بأننا هنا في مملكة الإنسانية.